مبادرة طريق نزية دي مبادرة أسسها مجموعة من الشباب المغاربة اللي فتحوا مرصد سياسي لأجل دراسة مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية. الآن تم غلق المرصد السياسي ودابا كنقدم لكم أهم معلومات حول الأحزاب السياسية اللي درسنا. اخترنا 8 الأحزاب المغربية 10 ممثلين في الغرفة البرلمانية الأولى اللي كتمثل 84% من البرلمان. في هذا الشريط نقدم لكم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اللي الرمز ديالو هو الوردة. تم تأسيس هذا الحزب سنة 1959 على أيدي عبد الرحمن اليوسفي، محمد البصري، عبد الله إبراهيم، مهدي بن بركة، محمد عصافي الوادي. الأمين العام لهذا الحزب هو عبد الواحد الرادي، 77 سنة، وهو أمين عام منذ 2008. حزب الاتحاد الاشتراكي قدم رأسه كحزب يساري تقدمي اشتراكي ديمقراطي، عنده 160 ألف منخرط بمعدل 56 سنة. الشباب الاتحادية علي اليزغي هو الرئيس ديالها ب 32 سنة. هذا الحزب دخل الحكومة من 1998 2011 بعد التواريخ المهمة 1981 قام بإضراب عام بنية الدار البيضاء، 1992 وفاة عبد الرحيم بوعبيد، 2007 استقالة محمد اليازغي، 2008 انتخاب عبد الواحد الرادي أمينا عاما. بين 2007 و 2011 كيتوفر هذا الحزب على 38 ممثل مما كيرجعو في المرتبة الخامسة بنسبة 11.7%. هذا الحزب كيتوفر على جريدة الاتحاد الاشتراكي وجريدة الفرنسية ليبراسيون. عنده موقع الكتروني www.usfp.ma اللي هو موقع إعلامي ثابت. أهم شخصية هذا الحزب هو أحمد رضا شمسي، 50 سنة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة. دريس شقر، 57 سنة، وزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان. عبد الحميد جمهاري، 55 سنة، عضو في المكتب السياسي. حسن طارق، 38 سنة، عضو في المكتب السياسي. علي بوعبيد، 44 سنة، عضو في المكتب السياسي. الحكمة الداخلية للحزب. تاريخ وإيديولوجية الحزب. هو حزب اشتراكي ديمقراطي معارض كيتميز بتاريخ نضالي. الحكمة الداخلية للحزب. انتخاب مباشر سري. حكمة داخلية ضعيفة لا تطبق دائما. ركائز نقابية قوية. حزب في انتقال ديمقراطي. حياة الحزب السياسية. كيغطي 90% من التراب الوطني. كيعاني من عدم هيئة التفكير الاستراتيجي وأزمة في القيادة الداخلية وضعف في التواصل. أجهزة للامتحان الذاتي والتكيف. انعدام هيئة للامتحان الذاتي، توتر داخلي كبير يتقل تقدم الحزب، والتشريع الداخلي قوي. فرق الحزب في المكتب السياسي: 2 ديال الأساتذة، 9 ديال الجامعيين، 3 ديال المحامين، و 3 ديال الأطر، 12 من الرباط، و 6 من مدينة الدار البيضاء، 4 شباب أقل من 40 سنة، و 5 نساء. نشكركم على التتبع على الشريط، وكندعوكم أنكم تشوفوا بقية الشرائط ديالنا حول بقية الأحزاب السياسية المغربية.